عايز ثلاث سنين اي تي بالعربي يفاجئ ويجز بصورنا ده. لا راس ليه كده؟ لحظة شوية، ايه اللي بيحصل مع ويجز؟ ولا حاجة، بس بالشكل ده كانت اول ردة فعل ليه اول ما فاجئناه بمجموعة صور نادرة، بس حب الفكرة وقرر يشاركنا قصة كل صورة. يلا اوكي يلا مصري على فكرة. لا راس ليه كده؟ طيب انت ليه الشرطة دي؟ طيب لو انت عندي عايز 3 سنين دي كنت في عيد ميلادي وكنت بسقف عشان متحمس جدا، يعني كان عيد ميلادي وعيد ميلاد اخويا في نفس الوقت، مش عارف وفروا وعملوه مع بعض ولا ايه، بس قعدت اسقف يعني عشان يحسوا ان انا بقى العيد ميلاد. دي كنا قاعدين في كافيه في اسكندرية مع كل الناس اللي بتحب جاستن بيبر. ايوه، واللي ما يعرفوش الكتار ان ويجز من جاستن بيبر فان. بس بتحاول تعمل ايه هنا يا ويجز؟ لا دي كنت لسه مكتشف عمر سليمان، كنت بحاول اقلب الموضوع عمر سليمان، فكنت ضرب النظارة وجايب الحاجات بتاعتي، وكان معايا واحد صاحبي وكان معانا 3 موتوسيكلات، كنا في الزمالك. ولو ارفع راسك لا تهتم. خلينا نشوف الفيديو ده. دي كروت سماحة عشقي عشقي. لا دي عمرو عبد القادر كان نفسه ياخد مني الكوره، وزي ما انتم شايفين طبعا في اجبار، يعني كان في استخدمت معاه الفرصه واضطرني بعدها عيط فاديتها له يعني. حبيبي استاذ عمرو. ديت ده مطعم جامد قوي في اسكندريه اسمه باسيليكو، وده اللي بناكل فيه بيتزا طول حياتنا. ديت كانت في سيدي بش في اسكندريه، بطبخ نفسي وللاخرين عادي، يعني مش طماع قوي كده، بطبخ نفسي للاخرين. فديت كانت صينيه بطاطس بالفراخ في الفرن، كان طعمها عشان من ايدي طبعا، انت سحر ماجيك. وبين الهزار والاكل والفن، الصوره دي اثناء تواجده في المكتبه لفتتنا، عشان كده حبينا نعرف برايك. والله ولا فاكر دي فين. اي حاجه صدقيني، بعرف اي حاجه، بس غالبا بحب الحاجات اللي هي الادب والتاريخ، بحب جوستافو لوبون ولا لوبون بالبي مش عارف، يوسف زيدان كتير مش عارف، زمان برضو كده مع يعني كل فيلم اغنيه مش عارف، مفيش اي حاجه محدده قوي بقراها. والمفاجآت ما خلصتش لسه. ويجز، انت عارف انك من المرشحين لحفل جوائز جوي اووردز 2023؟ جوي اووردز بجد؟ والله العظيم متشكر، مش عارف لسه عارف حالا. مترشح لايه بقى؟ مرشح عن فئه الفنان المفضل والاغنيه المفضله، وباين ان المنافسه هتكون قويه. انا اتمنى واتمنى كل الناس تخسر وانا اللي اكسب الجائزه ان شاء الله، واتمنى السنين الجايه ان شاء الله برضو الناس تكسب الجائزه، يعني انتوا شويه وانا شويه، بس ان شاء الله السنه دي ان شاء الله انا اللي اكسب الجائزه. يعني نحجز تذاكرنا على السعوديه ان شاء الله.